الوطني. آه يا وطني كم أعاني كم أقاسي كم أتعزى كم أتوجع. آه يا وطني آه يا وطني كم أعاني كم أقاسي كم أتعذب كم أتوجع من دموع وأهات ومعاني. كم في قلبي من جروح دامياتي وكم في عقلي من شرود وعياتي عن زمن عن زمن غامت فيه الأمنيات. أصبح أدحان وقرآن من الماضيات. آه يا أمتي آه يا أمتي يا أم الأمهات. أراك في الانحطاط والمنكرات ذبحوا أبناءك واستعانوا بالكافرات على قتل الحق ودفنه في المخلفات وإنكار الأمانة ورسل السماوات. إنه زمن الجمرة إنه زمن الجمرة في أيدي محطمات. زمن القلة من الفازعات. أخاف عليك يا أمتي أخاف عليك يا أمتي من الباقيات. آه يا أمتي آه يا أمتي أتمنى من الله أن أموت آلاف المرات حتى أجني الشهادة والثمرات وأكون من رجال عيسى في آخر الزمانات. آه يا أمتي لك الله لك الله في كل الأوقات. لا تحزن لا تحزن ولا تبكي الأموات. كيف وأنت أمة كيف وأنت أمة آخر الأمهات. يأتي نبيك يوم الحشر وينادي أمتي أمتي هذا حق والله ليس لغيرك إلا أنت. آه يا أمتي آه يا أمتي كم أعاني آه يا أمتي كم أعاني رغم حرمي وأناني رغم غربتي في أوطاني في زمن الانحطاط زمن المنافقين الذين باعوا الوطن والدين الذين ساهموا في قتل المسلمين أطفالا ورجالا ونساء وشيوخا عابدين. لك الفخر يا أمتي لك الفخر يا أمتي رغم حرمي وهمي وعذابي. لك الفخر يا أمتي يا أمة القرآن والسنة يا أمة محمد خير أمة أخرجت للناس. آه يا أمتي آه يا أمتي كم أعاني كم أتوجع كم أتوجع وأتوه في مجاهل فكري وأنطوي في طيات نفسي حيث يحث بي المقام عند آدم عليه السلام ونوح وإبراهيم وموسى عليهم جميعا السلام. كيف وقف موسى كيف وقف موسى وخر ساجدا لله لمن خلق السماوات والأرض لمن بعث الرسل والأنبياء لمن خلق هذه الدنيا والحياة. أمتي رغم كل شيء رغم انحطاط المنافقين من أمتي ورغم الفتن التي دخلت كل بيت ورغم الخوف والغدر والدمار رغم كل شيء يا أمتي لا تخافي ولا تحزني إن وعد الله قادم
إن وعد الله قادم. حسبك يا الله يا أمتي، حسبك الله يا أمتي، حسبك الله يا أمتي، حسبك الله يا أمتي. آه يا أمتي كم وعد.